لا رئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية. وأشاد الرئيس خلال اللقاء على أهمية مفهوم الإرادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة لتمكينها من التصدي بفاعلية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الإفريقية. دكتورة رشا، لطالما تحدث الرئيس عن ضرر ومحاربة الإرهاب الذي يعد آفة في المجتمع الدولي، وأيضا تحدث عن أهميته داخليا وخارجيا، كيف ترين الرئيس بشأن تلك الرسائل المستمرة حول موضوع الإرهاب؟ والله خليني اقول لك ان احنا كنا متوقعين ان يحصل هجمه ارهابيه بعد موضوع مؤتمر ميونخ الامني ده، يعني توقعاتنا الشخصيه ان احنا كل ما بناخد خطوه قدام هم على طول بيبقى في رد بخطوه، لكن خطوه مش هترجعنا لورا. يعني مشاركه الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للامن ده رساله قويه جدا كاول رئيس غير اوروبي يشارك في هذه يعني في هذا المؤتمر. طبعا استدعاء الرئيسه ميريكل لو او يعني ميريكل لو وانها تقعد معاه وان هو يشارك، ده يؤكد على اهميه دور مصر الاقليمي والخارجي، وإن الشرق الأوسط كله قائم الحقيقة على استقرار مصر وعلى دحرها للإرهاب. الرئيس السيسي اتكلم عن هذا الموضوع أكتر من مرة، اتكلم عليه في افتتاح الكاتدرائية، اتكلم عليه في افتتاح قاعدة محمد نجيب، اتكلم عليه في الاتحاد الأوروبي، في الاتحاد الأفريقي. الحقيقة كل ما بيبقى فيه مناسبة كلمة افتتاحية لازم يبدأها بالحديث عن الإرهاب، لأنه أولا هو رجل جيش، فهو يعلم جيدا أهمية ده، ويعرف يعرف يعني أهمية إن الإرهاب أو يعني إحنا لازم نحارب الإرهاب عشان نقدر نتقي يقف منطقة الشرق الأوسط على رجليها. الحقيقة دوره ورسائله بره مهمة جدا، وهو على طول بيدعم هذه النقطة ودايما بيتكلم فيها ودايما بيحفز الجيش والشرطة على ان هم يتضامنوا على ده. فالحقيقة انا شايفة ان الحقيقة دور مصر في الشرق الأوسط وخارجيا بقت حاجة مهمة جدا، وهو دعا اكتر من مرة الدول الأوروبية الى التكاتف معنا، ودعا امريكا الى التكاتف معنا. والحقيقة اوروبا وامريكا تكبدت خسائر قدر كبدتها مصر مرتين، يعني اذا كنا احنا عندنا ارهاب، عشان بس الناس بتقول لما مش عارفين تحاربوا الإرهاب، طب هي أمريكا وأوروبا عارفوا يحاربوا؟ يعني إحنا كلنا بنحاول وكلنا بنتكاتف، ولكن الحقيقة منابع الإرهاب لم تجف حتى اليوم. فطالما ما فيش جفاف لهذه المنابع هيفضل التمويل شغال. إحنا الحقيقة لازم نشوف فين التمويل، والرئيس السيسي نفسه دعا لده أكتر من مرة، وهو شايف إن دي أهم نقطة، فين المنابع فتجفف.